لا اريد ترامب ان يكون رئيسا كل ما يهمه هو نفسه هذا الرجل يسعى لتحقيق مصالحه الشخصيه فقط هو لا يهتم باحد سواه لا يعبا برفاهيه الاخرين أعتقد أن كاملا ستقوم بعمل جيد لأنها تهتم بالجميع وليس فقط بالأغنياء. ستوفر الوظائف وستخفض الأسعار. هذه هي أول انتخابات رئاسية أشارك فيها. أحب النظام الحكومي الذي لدينا. وأريد دعمه لكي يبقى كما هو. أنا امرأة شابة وأخاف من انتهاك حقوقي. أعلم أن الانتخابات ستكون متقاربة، لا أستطيع أن أرى ترامب رئيسا مرة أخرى. سأصوت لكاميرا لأسباب عديدة، إنها لا تحاول الإطاحة بالحكومة ومشاهدة الناس يموتون. أفهم أن ترامب يحاول إعادة كل شيء كما كان عندما كان طفلا، لكن هذا لن يحدث. حتى لو فاز صوتي وصوت المجتمع العربي مهم من المهم ان نقف من اجل حقوقنا الحروب هي قضايا مهمه بالنسبه لي فماذا يحدث في العالم لماذا لا يمكن للناس العيش في سلام بغض النظر عن جنسيتهم او ثقافتهم لدينا شخص لا ينبغي ان يكون رئيسا، يكره المسلمين، كان لديه حظر على المسلمين عندما كان رئيسا. نقل السفاره الاسرائيليه الى القدس. ما فينا نقعد على الحياد. في ناس كثير عم بيقولوا لازم نقعد على جنب وما نصوت لهاريس او ترامب. This is dangerous. لانه اي صوت ما بتصوتي ضد ترامب، it's gonna hurt us. ترامب هيز نوت اور يعني مثل ما بيقولوا الواحد البابا قال صوته لاسوا من اثنين طبعا ترامب هو الاسوا واحد بالنسبه لقناة.